العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثاني، مباراة مهمة جدا في المجموعة الرابعة، وهفكركم بالنتيجة. التعالب 60، أبو الهول 45. سؤال واحد بس في الفقرة الأولى ما تجاوبش. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. طبعا هنعتمد على السرعة، ليكم انتوا التمانية. معلومات عامة، والسؤال هو في عهد أي حاكم لمصر تم تأسيس المدرسة السعدية عام 1908؟ محمد علي، عباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني طبعا طبعا. كمان كانت في شارع القصر العيني. القصر العيني، شارع القصر العيني. وبعد كده تم نقلها لسرايا الأميرة جميلة، الأميرة اللي جنب جامعة القاهرة. القاهرة، وتسمت على اسم محمد سعيد باشا. محمد سعيد باشا ابن محمد علي باشا. ابن محمد علي حفيد. إجابة صحيحة، عباس حلم الثاني الإجابة الصحيحة. وطبعا مدرسة السعدية كسبت موسمين في العباقرة مدارس، الثامن والعاشر. النتيجة اتغيرت، 70 التعالب، 45 أبو الهول. رياضة، والسؤال هو من هو المدرب الحاصل على الدوري المصري لكرة القدم مع الإسماعيلي موسم 2001-2002؟ محمد علي، محسن صالح. الله عليك، إجابة صحيحة، برافو عليك. كسب الدوري ب 66 نقطة، فرق نقطتين عن الأهلي، 20 فوز و6 تعادلات، وكسب معهم كمان كاس مصر موسم 99-2. فرصة ان احنا نحيي كابتن محسن صالح طبعا لانه عمل انجاز مع فريق الاسماعيلي، مدرب قدير وشخصية محترمة كابتن محسن صالح. النتيجة اتغيرت، 80 التعالب، 45 ابو الهول. تكنولوجيا، والسؤال هو يعد موبيرا سناتر هو أول هاتف تنتجه إحدى الشركات عام 1982، فما هي؟ شركة إيه؟ نوكيا. أحمد الصديق، نوكيا، إجابة صحيحة، برافو عليك. كان وزنه حوالي 10 كيلو جرام، كان الأول بيتحط في العربية، وكان بيركب زي إريال كده على سقف العربية، وكان بيتاخد في شنطة زي شنطة سامسونايت بتاعت الشغل. برافو عليك يا أحمد، 10 نقط. 55 أبو الهول، 80 التعالب. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية، 19 في 3 في 4 على 6 يساوي كام؟ 19 في 3 في 4 على 6 يساوي كام؟ محمد علي، 38. إجابة صحيحة، برافو عليك. محمد علي باشا متألق. فقرة المعرفة، أنت جاوبت على 3 أسئلة من 4. الحمد لله. و50 نقطة لحد دلوقتي. ما شاء الله عليك. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون 6 أسئلة، صورة وشخصية، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أول سؤال لحمة طارق، مستعد له بقى. هنشوف صورة وهنقول هي المين. صورة وشخصية، والسؤال هو من هي المستشارة الألمانية في الصورة؟ ميركل. انت ما بصيتش على الصورة حتى، بس عارف عارفها شخصيا.
على اساس ان انتوا كنتوا مع بعض في المدرسه وانتوا صغيرين؟ لا انا تعرفها منين يعني؟ سمعت عنها اكتر من مره في النصرات الاخبار. طبعا احمد بيعشق الراديو. ايوه عاشق للراديو. ايوه طبعا. اكتر برنامج بتحب تسمعه ايه في الراديو؟ مثلا يعني كنت بسمع برضه سلام السعيد بقى بخصوص شهداء الشرطه، ممكن بقى برنامج اللي هو مسرح المنوعات. والله برافو عليك، يعني انت مهتم بالراديو. طبعا. بص واحنا صغيرين الراديو ده كان شيء اساسي في بيتنا. طبعا اساسي، شغال على طول يعني 24 ساعه. 24 ساعه بس لازم ننام شويه ولا ايه؟ ايوه طبعا. ايوه طبعا. احمد مش ممكن والله، دمك خفيف مش ممكن. ايوه. اتولت المنصب من 2005. من 2005 2021. 2021. برافو عليك احمد يا طارق، اجابه صحيحه. مش ممكن، شخصيه ملهاش حل احمد طارق ده. النتيجة اتغيرت، 65 أبو الهول 90 التعالب. محمود نعم، هنشوف صورة وهنشوف هي لمين. ها مستعد؟ مستعد. صورة وشخصية والسؤال هو من هو الرئيس المصري في الصورة؟ حمد نجيب. تعرف ايه عن محمد نجيب؟ اول رئيس جمهورية مصر العربية. صح، اول رئيس جمهورية مصر العربية. برافو عليك يا محمود، طبعا اجابة صحيحة. ما شاء الله عليك. حسب النقط النتيجة اتغيرت، 100 التعالب، 65 ابو الهول، وشكرا لمحمود واحمد طارق، احمد طارق ومحمود. وطبعا بنشكر كرولوس وحمزة. حمزة وكرولوس. عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا الثمانية، تعتمد على السرعة. سينما ومسرح، والسؤال هو شهلة رياحي هي أول مخرجة سينمائية في تاريخ إحدى دول الشرق الأوسط، فما هي؟ هلا فكري. تركيا. شهلة رياحي تركيا. إجابة خاطئة. كنت هقول لك معلومة ولكن استعجلت يا إيمان فمش هقول لك المعلومة. إيران. أخرجت فيلم مرجان 1956، كان من بطولتها ومعاها محمد علي جعفري، ومثلت أفلام إيرانية كتير. إجابة صحيحة. 10 نقط، برافو عليك يا ايمان. 110 التعالب، 65 ابو الهول. اغاني وموسيقى، والسؤال هو من الذي غنى تتر البدايه لمسلسل ستهم؟ شيخ المداحين. مين يا ايمان؟ علي الحجار. لا، علي الحجار شيخ المداحين. طبعا إجابة مضحكة. طبعا. شيخ سوري. افتكرتي. طب استني هرجع لك. مين بقى ممثل في المسلسل ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ياسين. ياسين التهامي. التهامي يا ايمان. بالظبط كده. انا ما خدتش بالي من كلمة شيخ المداحين. بس المسلسل كان من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز. ايمان. نعم. ما تستعجليش، اصبري. ماشي. ده تاني سؤال ما يتجاوبش، واجابته كانت عند ايمان وسهل مش صعب. السؤال اللي جاي لوحات ومعالم، والسؤال هو في اي دوله اوروبيه يوجد برج جرز بروج؟ محدش يستعجل. يا نهار ابيض، يا نهار. عاجبك كده يا احمد؟ هنا بقى بتصوت. أقول هو بتصوت. الاسم روج يقول إن هو فرنسا. أحمد الصديق مش هقدر أتناقش معاك، إجابة خاطئة. يعود تاريخ بنائه للقرن ال 13 الميلادي، ارتفاعه حوالي 33 متر، مكون من 366 درجة و 47 جرز. محمد علي مفروض الإجابة تبقى عندك. بلجيكا، على اسم مدينة بروش في بلجيكا. طبعاً طبعاً.
في نادي مشهور جدا اسمه كلوب روج. كلوب روج محمد علي باشا. إجابة صحيحة، برافو عليك. شايفين الإجابة مش عنده ولكن هو بيفكر. لا أنا جبت الإجابة بس بعد المعلومة. هاردلك محمد علي باشا 120 التعالب، أبو الهول 65. أبو الهول السؤال اللي جاي يعتمد على القدرات الذهنية، سرعة البديعة. والسؤال هو كم عدد الأيام في أول 6 شهور في السنة الكبيسة؟ يا 116. غلط. مستعجل ليه يا أحمد؟ 216 ولا 216؟ إجابة خاطئة. على مهلك 188 محمد. أيوة. يناير 31، فبراير ماشي 29. 182 سوري. أيوة 182. أنا طبعاً إجابة خاطئة. وفي نفس الوقت إجابة صحيحة لأنك أنت جاوبت صح، هي فعلاً 182 مش 188. هارد لك. النتيجة في نهاية الفقرة 120 التعالب، 65 أبو الهول. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قدروا باختلاف جمعوا 80 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 160 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 370 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعاية